سيوا تي قناة مزاجها تي حكاوي طبخو بوسون كونسون تا عبد الله كم كم جرعة كتشينيا تشيني غازي تشيني برغل تان تان يا هلا والله حبايبنا ونرحب فيكم في حلقة جديدة من حكاوي طبخة. حس زمان يعني ما شفتكم واشتقت لكم، ما ادري كل ما يطيل الغياب يوم اشتاق لكم اكثر واكثر. وكالعادة عشان تتعرفوا على ضيفنا اكثر في هذه الحلقة شوفوا هذا الفيديو. إريتا ديسيو شامبرز اللي ما يعرف يا جماعة الأداء الصوتي يا جماعة متصل يعني في إنك تطلع الهواء من عند البطن. وليفاي يا جماعة أبدع في القتال. وعشان نبدأ حلقتنا معاكم لليوم خلونا نرحب بعبد الله إريتو. حيو زين عبد الله حلو. سريعا عرفنا عليك وعرف الجمهور. أنا عارفك طبعا، عرفنا عليك. خلاص أوكي، معاكم عبد الله إريتو. حلو، انا خبير في عالم الانمي وايضا شويه جيمنج، يعني فنان شويه في الجيمنج وايضا مادي صوت باللغه اليابانيه اللي شيء ما تقدر يمكن ما تشوفه مكان ثاني. واو. وقبل لا نبدا طبخ نرجع نذكركم بالفولو لايك شير سبسكرايب ولا شو عبد الله؟ اكيد لازم شير سبسكرايب صراحه، لازم ضروري تنشروا هذا الفيديو لكل الاماكن، تنشروه مع ربعكم وكل حد. واقول لكم ليش تشتركوا، لان في الحلقات اللي طافت والحلقات الجايه كل مره تفوزون معانا باشياء من ال جي، وحده من هذه الاجهزه هي منقي الهواء من ال جي. يلا نبدا حلقتنا مع بعض. طبختنا لليوم معروفه في شمال افريقيا، المغرب، تونس، الجزائر. طبخه حلوه. حلو. كسكس بالخضار. الايام اللي طافت سوينا لحم. لازم في لحم. لا سوينا وايد دايو لحم، قلنا بالخضار لازم اليوم. اوكي هذا رمضان واجواء وفايبس، غير شوي لازم نغير شوي. أوكي. اكيد جاهز لها؟ جاهز ان شاء الله. ان شاء الله. عشان نعرف طبختنا لليوم لازم نعرف مكوناتها اكيد، فخلونا نروح نشوف المكونات مع بعض. زين عبد الله، نين المكونات اللي عندنا؟ طبعا الكسكس هو اساسه شو؟ البرغل. السمنه بعد مهمه بس عقب حق عقب. البرغل عندنا موجود، عندنا بعد زيت القلي وزيت الزيتون واكيد الخضار بما انه هي خضار يعني. شو اخبارك يا تقطيع الخضار؟ والله جيده ما في، ترى انا بسكينه اخليكم تقطعون. لا ما عليك بقطعها. اكيد وسمنه عندنا، بس يعني مكونات بسيطه ما يبالها وايد، وان شاء الله تطلع اكله لذيذه وحلوه وجميله اكيد. فاتوقع احنا جاهزين للطبخ. جاهزين. يلا. انا بمشي وراك. انا نمشي مع بعض، نروح معاكم الى فقره الطبخ الحين. تمام عبد الله، عشان نبدا سوالفنا ونتعرف عليك اكثر، اول شيء خلني اعطيك الجلوفز. ايوه، انا فكره التقطيع الحين. تفضل. طبعا لازم تقطع. انت قلت لك ايش اخبارك يا التقطيع؟ والله نص نص صراحه. شوف الحين امكانياتك. انا كنت صراحه كنت اخلي الشباب هم يقطعوا، اقول لهم انا الشيف، انا اللي اسوي الطبخه وهذا، بس انتوا تقطعوا الاشياء. لان اصعب شيء صراحه يعني تستغلهم، يعني انت قاعد تسوي اللي انا اسويها الحين. يعني انا بقطع الحين. تساعدني في التقطيع الحين. هذه الكتر وهذه الخضار موجوده قدامك، بلش تقطيع انت وكل شيء. انا حاسس ان الجو شوي مش صحي وكذا، فبتأكد ان الهواء يكون نظيف. حلو. والجو صحي. فابي اخبرك على منقي الهواء الخطير اللي عندي هنا من ال جي. منقي الهواء هذا خرافي، يحافظ على نقاء الجو ويخلي الجو صحي ونظيف وايد. فاول ما نشغله شوف حتى فيه سحر، يعني يقدر انه يرتفع شيء شوي شوي مره واحده، فهذا يحرص على ان الهواء نظيف بنسبه 360 درجه، يعني حتى ينظف الزوايا وهواء الغرفه وكل شيء. الحين قاعد يقرا هو يحسب درجه نقاء الهواء اللي موجوده عندنا. اكيد خلونا نكمل طبختنا. زين عبد الله، سؤالي الاول، ليش اللي يتابعوا الانمي يستغربوا من الناس اللي ما يتابعوا انمي، وليش اللي ما يتابعوا انمي يستغربوا من الناس اللي يتابعوا انمي؟ هو صراحه لو جينا قبل 10 سنوات تقريبا الانمي كان الناس تشوفه، حتى قبل خلينا نقول 15 سنه الناس تشوف الانمي ايش؟ تشوفه كانه كرتون. ايام زمان كنا نشوف توم وجيري وهذا، حرفيا اتفق معك، شيء حق الاطفال. بس بعدين لما الناس، او خلينا نقول بعد ما صار في انميات تيجي من اليابان مترجمه، حلو، مترجمه بالعربي يعني مش هذا بالياباني، صار في افكار عميقه. لما الناس صاروا يشوفونه صاروا يشوفوا لا هذه مش حق الاطفال، هذه اكبر من الطفل يقدر يفهمها، اكبر من ابوها، اكبر من طفل يفهمها. فبداوا الناس ايش يتغيروا شوي شوي يتغيروا، فيقدروا شو نفس ما نقول ايش، الناس اللي ما يشوفون الانمي بداوا شو يقتنعوا انه لا لازم نشوف الانمي. أيوه. زين الانمي وعلاقتها بعبد الله مع صناعه المحتوى او انك تكون على السوشيال ميديا، ما شاء الله عندك فوق 600 الف متابع الحين في كل البلاتفورمز، يعني شو الربط اللي صار بينكم؟ شو اللي استوى بالضبط؟ قصدك يعني كيف دخلت على عالم السوشيال ميديا؟ عن طريق الانمي. عن طريق الانمي صراحه تقدر تقول دخلت عن طريق، شفت واحد لما يحب مثلا شيء معين يروح يبدع فيه. ايوه، فجاه يقول مثلا يا اخي انا صراحه يعني احس اني كويس مثلا خلينا نقول في عالم الانمي والاشياء هذه، وعندي كان عندي شيء شويه مختلف، يعني كان عندي النكهه اليابانيه، يعني احس اني
كنت نوع ما متعلق بالانمي الياباني مثلا باللغه بالاداء الصوت بالاشياء هذه، فقلت خلني افتح في اليوتيوب واجرب يعني ليش لا. اوكي حلو والحمد لله لما دخلت شفت اقبال، حصلت اقبال ما كنت اتوقع. شفت انا من الناس اللي شفت اللي بيقدم محتوى ممتع فقط بس لانه هو مستمتع، ما توقعت الاقبال اللي جاء عليه. شو الفيديو اللي ضرب عندك يعني؟ كيف اول ضربه كانت واعلى فيديو بمشاهدات عندك؟ اوكي من هذه الناحيه عندك في يعني في خلنا نقول اكثر شيء الناس مثلا حبوني فيه صراحه اللي هو الاداء الصوت الياباني. الاداء الصوت الياباني انا كشيء جديد دائما اي شيء جديد الناس ما شاء الله يعني ناس اكيد تحبه تحبه ويضرب. فكان عندي اول مره يعني اديت اداء لشخصيه مشهوره في عالم الانمي اسم الشخصيه ليفاي من هجوم العمالقه. انمي اسمه هجوم العمالقه شخصيه اسمها ليفاي ناداكي اوتاكو سايكو جانيكا. بس حبيت تعال قلت يا اخي خلنا ننزله في اليوتيوب اشوف شو بيصير. فجأة يوم الثاني اصحى فيديو ضارب ضارب ترند ترند. واو كم وصل مشاهدات تقريبا؟ تقريبا حاليا فوق المليون وشيء يمكن مليون ما شاء الله على اليوتيوب. على اليوتيوب ما شاء الله رقم خطير ترى جدا. وعلى ايامها على ايامها يعني كان شيء جدا صعب الواحد يوصل له. على ايه يعني خلينا نقول قبل 4-5 سنوات يمكن كان هذا. قبل كم سنه تقريبا؟ تقريبا 5 سنوات. زين ابغاك تأدي لي الفيديو الحين بس على ارض الواقع. اوكي يلا خبرني لا تقول لي شو المعنى بحاول انا افكر شو معنى الكلام اللي انت قلته. اوكي اوي ياسين كوري واي تاي نان ديسكا. انت تسبني؟ لا لا كوري وا اي تاي دو يو جوكيو دا مثلا. الله الله احس شعر. شو قلت لي شو يعني؟ يعني معناها انه شو اللي قاعد يصير؟ انت لا انت تتكلم ياباني. تتكلم ياباني انا؟ انت تفهم ياباني وتتكلم ياباني من ورا الانمي. يعني انت كسبت لهجه جديده من ورا الانمي. من ورا الانمي ترى حرفيا من ورا الانمي. انت كم صوت عندك يعني تقدر تقلد؟ والله شوف من ناحيه الاصوات عندي كثير صراحه يعني انا مرات اني انسى. لا انا حبيت والله. عندك صوت ثاني؟ هو شوف التقليد نوع والاداء الصوتي نوع. والاداء الصوتي نوع. انت تبي تقليد للشخصيه ولا تبي مثلا يعني شخصيه من عندي يعني عادي؟ اروني انت ابي ابداعك. انا اللي اعرفه اعرف شخصيه واحده بس اعرف شو اسمه؟ هي جيراي من ناروتو. جيراي من ناروتو. تعرف قلده؟ لعبتي هذه. يلا سمعني اقول لك نفسه ولا؟ اوكي خلنا حلو هذا انه قال لعبتي هذه. يلا ورينا لعبتك. ناروتو 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 يوغن نو كا ما تشيغاي نو كا اوماي دا هاتو سوبيتي او تاكوشي زو ناروتو. واو از ذا سيم. كيف جي يا اخي؟ هذه يا طويل العمر يقول لك سنوات سنوات الخبره والمتابعه. سنوات الخبره والمتابعه. كم سنه كم سنه كم تابعت الانمي كله اللي في التاريخ؟ ما شوف عندي خبره. لا لا مش كله اكيد في انميات صراحه ما اقدر اتابعها انا يعني سيئه يعني خلينا نقول مش من نفس التصنيف اللي انا احبه. انت لازم تصنيف عالي بس كل يعني الانمي اللي على مستوى عالي انت تابعته اكيد تقدر تقول اي واحد اي شيء فيه له فكره خلينا نقول مبدعه اكيد مر علي لازم. خلينا نقول يعني في الاخير انا اسوي ريفيوز فلازم اني اشوف يعني واقيم واقول حق الناس ان هذا الشيء كويس ولا لا. انت تعال صح تسوي ريفيوز بعد على الانمي بناء على شو تريفيو الانمي مثلا على الكاركترز على الجرافيك ديزاين على كل شيء كل شيء حرفيا حتى انا اسوي حتى على جوده الممثلين از فويس اكتر كيف يمثلون. واو اوكي 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 لازم. وهل في مثلا فويس اكتر انت وايد متاثر فيه يعني مثلا قابلت ناس شخصيا فويس اكترز ناس شخصيا؟ صراحه قابلت يعني السنه هذه كانت اقوى سنه بالنسبه لي من ناحيه والله اني قابلت مدينة اصوات يمكن قابلت 3 تقريبا كان شيء خرافي. واو على مسرح حديت معاهم. واو حتى هم انصدموا يعني اظن حتى الفيديوهات موجوده عندي في السوشيال اللي ودي يشوف يعني واو كيميا سدني واتاشي ني ابريتي نايس. اوكي علمني ياباني شوي. علمك ياباني حلو. علمني شوي ياباني حلو بعطيك شيء حلو. اعطيني مثلا اني ياسين لا يعرف ماذا يطبخ الان. ياسين وا ياسين وا ياسين لازم ياسين وا هذه لانها تضيف تنضاف لازم تنضاف لاي شيء. اي شيء مثلا انا عبد الله وا مثلا ياسين وا بس انت تتكلم عن نفسك انت تتكلم عن نفسك مثلا خلينا نقول بتقول مثلا انا يعني ياسين ها قول ياسين لا هذا صيني هذا ها شو شو هذا صيني هذا ياسين وا ياسين وا ياسين وا لما اتكلم عن حد ايوه لا عن نفسك يعني انت تقول مثلا انا ياسين وا ايوه يعني ياسين او تقدر تقول واتشي يعني واتشي واتشي اللي هو انا واتشي اي انا اوكي واتشي ايوه واتشي وا واتشي وا ريوري نو ريوري نو كوتوا كوتوا ديكيناي ديكيناي ياسين وا كوتشي نيا ريوري ها ديكينيا ديكيناي حلو ديكيناي ياتي سينيا حلو احنا خلينا نقول الحمد لله يعني احنا العرب يعني نقدر ننطق اي لغه احنا هذا الحلو ننطق اصعب لغه العربيه عليك يعني نور هذا الحلو الثانيه سهله ايوه ياسين وا دي قناه مزاج ها
تلك حكاوي طبخه. صح، انا اضمن لكم صح. فياسين وا الحين كيتشينيا تشيني غازي تشيني برغل تان 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 دايجو بدس. اوكي زين، الحين تقريبا خلصتنا الخضار اللي عندي. اوكي عبد الله، ناخذ الحين الكسكس مالنا حلو ونروح ناخذ هناك. ابى اكتب معاك الزيت هذا، خذه معاك عشان شو فانوس هذا. اوكي نبدا طبختنا الحلوه. اوكي خلني بس اولع النار هنا شوي. طبعا انا حريت المقدار. ناخذ الكسكس ونحطه نزله بدون زيت بدون اي شيء. ها ينزل دايركت. شو اكثر اكله تحبها عبد الله؟ اكثر اكله سؤال صعب صراحه. سؤال صعب. أنا من الشخص اللي ياكل يعني اي شيء امور طيبه. اي شيء تاكل؟ اي شيء ناكل والله. اي شيء ناكل زين. دام انك تحب اليابان وال هذا الاكل الياباني، ما احب الاكل الياباني. يمكن كنت بتسالني الاكل بالضبط. الاكل الياباني صراحه مو بهذيك الدرجه، افضل الاكل العربي والله. والله تمام. نحط الزيت. نحط الزيت. يلا خلينا نحط الزيت. طبعا اثنين الزيوت هذا شوي شوي. ايوه يا سلام. لازم تتشرب بالزيت وشوف ونحرك. تعال استلم مهمه التحريك، انت شكلك شاطر في التحريك. تشغل الناس ما شاء الله. لازم شوف شي بدا يمسك شوي الكسكس كيف. قاعد يشرب قاعد يشرب قاعد يشرب ما شاء الله. اوكي نقلب الحين. ناخذ المي، ناخذ المويه حلو وننزلها عليه. قلب قلب عبد الله، شد حيلك. نزل المي. نزل نزل نزل. المي حار؟ اي مي حار هذا. ايه عشان كذي ننزل بس نفس الرز. الرز كذا بعد يسوون احنا تقريبا كذا. تقريبا اكلات كلها متشابهه بس في اشياء شوي مختلفه. في لمسات في كل اكله. ايه هذا يدل على ان كلنا كنا واحد. بس الحين نخليه على النار ونسكر عليه شوي. حلو. كم دقيقه؟ تقريبا خمس دقائق. خمس دقائق نهدى عليه شوي. خمس دقائق تمام. فسخنا القفازات وهذا. بس الحين نبي نحط الخضار. لازم تنسلق. حلو. فخلنا نحطها في الصينية هذه مع بعض. حلو. نحط الخضار كلها. لا 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 لا. استغفر الله. لا 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 لا. أمور طيبة. شوف ما أعرف أحط الخضار في الطاسة. تبوني أستوي طباخ؟ يعني كيف ما أفهم. أنا هي صغيرة صراحة، هي صغيرة يعني. أيوة. هي صغيرة. هي صغيرة بس هذه تمشي. أوكي نحط هذيل. حلو. هذه. نحط هذه. نحط كل الخضار ننزل فيه. ايوه كله برا طه. اوكي رجع. رجع. طيبة. تمام. ناخذ الصينية هذه وني نحطها على النار. وعندنا مية حارة هني. حارة لازم في كل شيء. ضروري ايه. ما شاء الله. نصب المية الحارة عشان شو تنصلق يبان لنا شوية مي زيادة. زين عبد الله عندنا شوية ملح، تحط لنا شوية ملح من فوق وتقلب. تمام. وعندي خطوة وايد مهمة نسويها واللي هي ان احنا بنجيب جدر فاضي وبنجيب السمنة او الزبدة يعني ونحطها في الجدر ونذوب الزبدة اكيد على النار على سريع يعني مال دقيقتين ثلاث دقائق على النار بتذوب الزبدة سريع الذوبان عشان نصبها فوق الكسكس اكيد. خلاص هذا استوى استوى. هذه استوت. يلا خلينا نطلعها. هذا الصحن مالنا. خلينا نخوز هذا. ايوه عبد الله شيف متمكن. يا جماعه بسم الله. اوكي حطينا الكسكس بس بصير اجيب الزبده اكيد جهزت الحين. حلو. والله الزبده يعني بتصب فوقيها. ايه بنصب الزبده فوق ها عشان تعطيها الفليفر ان شاء الله. بس ما ناكل زبده يعني. لا 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 الامور طيبه. نصب شويه الزبده عليه. يا سلام. اسمع هذه. ايه اسمع اسمع. خلها تتشرب بالزبده. يا سلام راح الريحه يعني زاكيه. والله الريحه عالميه. يا جدا الريحه عالميه. انزل. واو. بيتم عندنا بس الخضار ولين ما يخلص الخضار عندي لك تحدي الحين. حلو. ومع اكيد حبايبنا اللي تابعونا عندنا لكم تحدي. فخلونا نبدي تحدي اللغات. شوف انا في لغه اعرفها. حلو. وانت عندك لغه تعرفها. حلو. اللي هي اليابانيه. انت تعرف ياباني ما شاء الله عليك. ايه. وانا الحمد لله اعرف فرنسي. فانت تعطيني كلمه. حلو. بالياباني. إذا أنا قلتها صح مثلا ترجمتها. حلو. تمام أنت فايز. وإذا أنا قلت وإذا أنا أعطيتك كلمة بالفرنسي وأنت قلتها غلط. حلو. أنت خسران. حلو. وترى في عقاب للخسران. خليني أجيب الكاس المحترم مالي اللي فيه العقابات. سويت مكان كامل للعقاب. هي عندي خانة مخصصة للعقاب. ناخذ زيت زيتون نصبه في الكاس. ناخذ حبة ليمون نعصرها في زيت الزيتون. بس انتبه لا يطير عليك.
لا لا لا. طبعا تحذير وايد مهم يا جماعه، ان احنا الحلقات هذه اكيد قاعد نصورها قبل شهر رمضان، الحين شهر رمضان الفضيل، كل عام وانتم اكيد بخير وصحه وسلامه، فهذه الحلقات كلها تصور قبل رمضان، فاي شيء ناكله نشربه عادي، الامور طيبه. التحدي خلني اقلبها شوي لانه يعني هو صعب. أوكي. انا ما اعرف ياباني وانت ما تعرف فرنسي، فاكيد بنتو. بس شو بيستوي التحدي؟ اللي بيفوز هو اللي بيعرف الكلمه الصح. كلمات بسيطه ان شاء الله. بسيطه ان شاء الله. تبدا انت. ياساي. اسمي ياسي؟ لا كف عليك والله. لا اكيد لا. حرام يا اخي. لا ياساي خضروات. خضروات خضروات. اوكي. لاميزون. لاميزون شكلها لاميزون يعني خلنا ازورك. لا غلط. لاميزون يعني البيت. ايش رايك نحط الكلمه في جمله؟ نحطها في جمله. جمله ايوه، نحاول ان نقرب يعني. بس بالعربي يعني، يعني اقول مثلا انا في لاميزون يعني انا. والله حلو تعرف. اوكي يلا جربها. يلا اوكي. انت بالياباني بعد. حلو اوكي. المطبخ هذا سوغوي. المطبخ هذا شكله حلو. قربت. شوف انا ما بعطيك اياه. قرب. تشرب. لا غلط. كم مره واحد عند اللي يجاوب. المطبخ هذا حلو. نظيف. لا لا شو المطبخ. قريب. شوف قريب. قريب. انا شوف انا قريب. المطبخ قريب. هذا ملون. لا المطبخ هذا وسخ. مش وسخ انت. شوف حلو العاميه هذه الاشياء انا ما عندي اياها. ابغاك تجيب لي. جميل. لا جميل. لا عندها كلمه ثانيه. اتس كل شيء جميل. لا استسلمت. رائع. يا الله يا اخي قريبه والله. قريبه 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 جدا. بتعرفها صراحه. بتعرفها صراحه بس لازم تقرب لي اياها. اوكي انا بعطيك كلمه. حلو. بواسون. 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 احط لك جمله. بواسون. اوكي اعطيها. اليوم بخاطري اكل بواسون. كرواسون. كرواسون ترى بالفرنسي كرواسون. كرواسون. بواسون. سيم سيم. رز. لا. مكرونه. لا. خضروات. لا. خلاص بس اعطيتك خلاص. ثلاث اوكي. بوسون. بوسون. والله قريبين من بعض. قريبين من بعض. اوكي خليني اعطيك واحد ثاني. اوكي. كونيتشوا. كونيتشوا. حطها لي بجمله. عادي كونيتشوا تعتبر نوع من التحيه، بس ابغاك تجيب لي التحيه بالضبط. السلام عليكم. شوف انا شو قلت لك كونيتشوا الناس كلها تعرف ان كونيتشوا هي مرحبا تقريبا، لكن لها معنى نفس الشيء في التحيه. لا شوف قلت مرحبا صح انا مفروض اشرب. قلت لك لا 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 تحيه. تحيه كمل على التحيات. ايوه كمل على هذا الشيء اللي ما جيب. عندك ثلاثه الحين. شوف مرحبا اهلا. عندك اخر واحده. مرحبا اهلا. كيف حالك اخبارك؟ لا يا لا لحظه يا اخي. مرحبا اهلا. ثلاثه ترى. مساء الخير. زيت الليمون السحر. انا اللي بديت. اخر واحد اعطيني اذا ما عرفتها بشربها. مره جرب. يلا اوكي اشوف كيف تعرف. اخر مره يلا. لافي. انا ياسين مثلا احب اللافي. اكله يعني هي منطقه هي. احب السياحه. محاوله ولا غلط؟ ومش اكله. قلت اكله مش اكله. مش اكله ولا منطقه. احب الضوء. لا قريب. لا بعيد شوي. لافي 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 النوم. لا ادري في واحد غششك ورا بس لا غلط. شفته ترى. شفته. اوكي ايش طلعت؟ الحياه. لافي. ايوه لافي. بس حبيت كامل لافي مره واحده. 3 2 1 شرب كامل. بالله بسم الله. شرب 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 عبد الله كامل كامل. جرعه دوبامين وادرينالين تحس فيها. احس في شيء كذا غريب دخل فجاه. زين زين الحلقه عشان صدقني. فويس اكتنج. فويس اكتنج. شوف انا اعرف مصلحتك. أوكي. اسبوع ما بتمرض. انا الاكله احس تمام خلاص. جاهزه الاكله. اطمن عليها. ايوه حلو. امورنا طيبه. بس ناخذ الصفايه من هني. ايوه انا ناخذ الصفايه. اباك عبد الله صفي لي المي على الخضار هناك. حلو. لين ما تصفي انت بصير اطفي المنقي الهواء من ال جي. نفس ما شفتوا اللون عندنا استوى لونه اخضر والامور طيبه. يعني تنقى الهواء والهواء استوى صافي. حتى النفس تحسه اختلف فيه. فيه حب. فخلاص سويتش اوف. يلا بسم الله. والله اني متحمس لهالاكله. يعني انا اتوقع ان هذه الاكله من اسهل الاكلات اللي سويتها في حياتي حرفيا. يعني سهله جدا. ايوه يلا بسم. استغربت الله. لما سمعت كسكس سمعت حسبت شيء كبير. حسبت يعني كبير. حسبت شيء كبير. هنشوف اذا باللحم ولا يعني كان كسكس مثلا باللحم ولا شيء. أيوة. بيكون صعب ترى. فخلونا نروح مع بعض الحين الى الفقره الاهم واللي هي ايش اللي هي ايش ما عارف. تذوق. ايوه فقره التذوق. يلا بسم الله. انا حاسس ان الامور تمام. يلا خذ وياي خذ وياي. يلا يا زهران العازف.
بس والله العظيم خفيفة 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 جدا والله خفيفة. أنا ما أنت قلت شيء خفيف وايد خفيف وايد شيء خفيف يعني حاس إنه أوفر هيلثي. أيوة وايد هيلثي كأنك ما تأكل شيء بس خفيف قاعد تأكل شيء بس نفس الوقت ما قاعد تأكل. وايد الأكل هيلثي صراحة تفوز. واو صراحة أنا أعطيها كم من عشرة تعطيها؟ أعطيها 7 من 10. 7 من 10 أنا كذا والله كذا أقول 7 من 10 بس في خانة الهيلثي أعطيها 8 من 10. عبد الله نورتني شكراً جزيلاً استمتعت وياك تعلمت الياباني شوي وياك شربتك زيت وليمون خطتي وشكراً أيضاً حبايبنا أنكم تابعتوا معنا حلقة اليوم من حكاوي طبخة وفي كل حلقة نقدم لكم جوائز من أماكن مختلفة ومن شركات مختلفة إن شاء الله تستفادوا منها أكيد وكل أسبوع ننزل لكم حلقتين من حكاوي طبخة واكتبوا لنا بعد في التعليقات منو تتوقعون ضيف الحلقة الجاية أنا بنعرف يعني منو تتوقعون لأن كل مرة نفاجئكم بضيف جديد فلا تنسوا أيضاً تسوون لنا سبسكرايب لايك شير فعلوا جرس التنبيهات لازم سبسكرايب لايك كل شيء كل شيء الياباني بالياباني يلا شير وتو لايك وسبسكرايب واصير نايدي كده سيو شنسا هذه هي شكرا لكم على المتابعة حبايبنا وفوداعة الله السلام عليكم.